نشاط لرياح البوارح على المنطقة الشرقية في الأيام القادمة وجوك ويكند في 90 ثانية. هذه الليلة الأجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وتبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات الرعدية المتفرقة في جنوب غرب ووسط المملكة. أما يوم الغد يتجدد نشاط السحب الركامية في جنوب غرب المملكة وتكون هذه السحب قوية في بعض المناطق. أمطار غزيرة متوقعة مصحوبة بالصواعق والبرد مع تنبيه من جريان كبير للوديان. ويحتمل امتداد بعض السحب الرعدية المتفرقة لوسط المملكة وبخاصة على بعض محافظات منطقة الرياض. أما يوم الجمعة فيتجدد نشاط السحب الماطرة على أنحاء متفرقة من جنوب غرب المملكة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على المناطق الشرقية وتثير الغبار. يوم السبت يشتد نشاط الرياح الشمالية الغربية على النطاق الشرقي وتعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتجدد فرص الأمطار في جنوب غرب المملكة. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.